بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس باللحمة المفرومة، طريقة جميلة جدا جدا وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. بربع كيلو من اللحمة المفرومة عملنا أحلى صينية بطاطس، يعني تكفي لست سبع أفراد. يلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف الطريقة اللي عملنا بيها البطاطس اللي مستوية اللي بتدوب دوبان كده هو. يلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف الطريقة والمكونات اللي عملنا بيها صينية البطاطس. نبدأ في المكونات. طبعا معايا ربع كيلو ولحمة مفرومة، معايا بطاطس حسب الكمية اللي انت عايزاها، معايا طماطم ضربها في الخلاط، معايا طماطم مقطعة حلق، فلفل رومي كبير ممكن تستغني عنه، ممكن تحطش فلفل ألوان، طبعا الأساسي الفلفل الحامي. معايا حوالي معلقتين سمنه او زبده او زيت، يعني اي يعني الماده الدهنيه دي بتاعتك انت اللي بيريحك في اكلك تحطيه. معايا نص مكعب مرق، معايا فلفل اسود، معايا جنزبيل، معايا قرفه، قرفه خشب او بودر، معايا السبع بهارات، معايا ملح فقط لا غير، وهجيب برضو جوزة الطيب هضيفها لان البطاطس اهم حاجه الجنزبيل والقرفه وجوزة الطيب. ومعايا بصل على النار، طبعا لازم اعصج اللحمه، بصلايه حلوه كبيره كده اهوت، هعصج اللحمه، هنعصج اللحمه وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه بعد كده. اللحمه بتاعتي على النار بتتعصج، يلا بينا. التكايه دي بتخلي البطاطس طعمها حلو جدا جدا، اللي انت تنزلي بالبهارات كلها كده على البطاطس بالشكل ده. افرك مكعب المرق، مرق خضار، مرق لحمه، فراخ، اللي تحبيه. بشره كده من جوز الطيب دي طعم ونكهه حلوه جدا جدا، بشره بسيطه جدا. وهنزل بالبصل، هنزل بالفلفل الحراق، بالسمنه او الزبده او الزيت، وهضع كل المكونات دي في بعض كويس قوي قوي بالشكل ده كده. الدعكة دي بالبصل بالبهارات بالبطاطس بتخلي البطاطس طعمها حلو قوي 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 بجد، جربيها بنفس الطريقة دي وهتديكي طعم حلو قوي. لما البطاطس بتدعك كويس كده في قلب البصل، يلا بينا كده اهوت. معايا بايركس او صينيه، اي حاجه انت تحبي تسوي فيها ما فيهاش اي مشكله. هنزل بنص الكميه كده من البطاطس بالشكل ده، احط حلقات كده من الطماطم، طبعا الطماطم دي هرش عليها فلفل اسود اهو بالشكل ده. وهنزل بالكمية بتاعة العصاج بتاعي، رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود فوق الوش. انا بحب في الطواجن اكتر الفلفل، سواء فلفل حراق او فلفل اسود. هنزل بباقي الكمية كده، طبعا الفلفل الحراق في الطواجن بيدي طعم جميل جدا. يلا بينا ننزل بقى بكميه الصلصه بتاعتنا، الطماطم. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا حاولي تضيفي معلقتين من الصلصه اللي هي المعلبه اهي بالشكل ده كده. احاول بقى اضيف الطرنشات الطماطم، رشه فلفل اسود كده فوق الوش، ورشه جوزه الطيب كده. صينيه البطاطس بتاعتي جاهزه، طبعا رشه ملح ورشه جوزه الطيب فوق الوش كده اهوت، عشان خاطر الطماطم اللي انا حطيتها دي. يبقى المكونات كلها واخده الملح والفلفل الاسود. طبعا مشغله الفرن بتاعي، هغطيه بورق الفويل وهدخل وهنرجع، هدخل على الفرن. طبعا الفرن لازم يكون متولع وسخن جدا عشان يسرع من عملية التسوية. هنسوي صينية البطاطس وهنرجع مع بعض بإذن الله هنشوف هنقدمها ازاي. طبعا انا هقدمها هعمل رز بالشعرية او رز من غير شعرية ما فيهاش اي مشكلة.
بس صينية البطاطس دي لازم معاها رز، هدخلها على فرن ساخن وهنرجع مع بعض بإذن الله. البطاطس بالشكل الجميل دوت، ريحتها حلوة قوي. طبعا قدمت معاها رز بالشعرية، طريقة سهلة جدا، وبربع كيلو من اللحمة المفرومة عملنا أحلى صينية بطاطس. جربيها بالطريقة دي إن شاء الله هتعجبك، وهتطلع حلوة قوي قوي، وريحتها جميلة وحراقة وحلوة قوي قوي. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف مليون سلام.